هامة هدفها الأول مرتلة قطاع الصيد وخلق أجيال وطنية مدربة قادرة على التعاطي الأمثل مع مقدراتنا الوطنية في مجال الصيد وإعطاء قيمة مضافة لثروتنا السمكية مرورا بالاستغناء عن المهارات الأجنبية في المجال. الورقة التالية مع الزميل سعيد الحبيب تسلط الضوء على جوانب من هذه الاستراتيجية. شواطئ ممتدة على طول 700 كيلومتر تقريبا تعد من أغنى الشواطئ في العالم بالأسماك، ذروة ظلت لعقود مكسبا لأجانب قبل المواطنين. اليوم تنصب الجهود لتكوين شباب موريتانيين قادرين على العمل والإنتاج ضمن دورات تكوين وتدريب تمنحها الدولة اهتماما خاصا، وتضع الآليات والمعدات اللازمة لولوج أكبر قدر ممكن من الشباب الموريتانيين إلى هذه المهن. يتلقى هؤلاء الشباب الذين تم اختيارهم بناء على قدراتهم البدنية واستعدادهم للتكوين دروسا تطبيقية وأخرى نظرية لجعلهم قادرين على مزاولة العمل في البحر بما يضمن لهم فرص عمل ويوفر للسوق المحلي حاجته من الأسماك في كل الظروف. إنهم يتوزعون فرقا تقوم كل فرقة بنصيب من التدريب الذي يأخذ أشكالا مختلفة أغلبها عبارة عن رياضة بدنية تعزز قدراتهم على الغطس والغوص والتعامل مع الزوارق والشباك حسب أنواع الصيد التي تتفاوت هي الأخرى من صيد سطحي إلى صيد في الأعماق. ونلفت عنايتكم مشاهدينا الكرام إلى أن حلقة الليلة من برنامج تحت الضوء التي تأتيكم بعد هذه النشرة تتناول هذا الموضوع بمزيد من البحث.